السلام عليكم ورحمة الله، ويا هلا ومرحبا فيكم معنا مع حلقة جديدة من برنامج يا هلا الأسبوعي. وكالعادة دائما نبدأها بالعناوين. السعودية تغلق سفارتها في القاهرة، والجيزاوي يقر بجريمته. الصحة تعلن منحها مكافآت مجزية للمبلغين عن فساد مشاريعها وتجاوزات إداراتها. اتهامات لبعض الكاتبات السعوديات بالترويج للجنس عبر الأعمال الروائية في السعودية. صانع النجوم الموسيقار سامي إحسان في فقرة من الذاكرة. قررت السعودية استدعاء سفيرها في مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس، نتيجة لمحاولة تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية. كان ذلك نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية. جاءت هذه التطورات بعد أن هاجمت بعض وسائل الإعلام المصرية الحكومة السعودية وشعبها على خلفية القبض على المحامي أحمد محمد ثروة السيد والمعروف بالجيزاوي في مطار الملك عبد العزيز، وبحوزته أكثر من 20,000 قرصا مخدرا من عقار زينكس. المزيد والتفاصيل مع الزميل عزام الخديدي. لا زالت قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى السعودية لا زالت تتصدر عناوين الإعلام المصري. بس أشرح لحضرتك حاجة، أن المصريين بعد الثورة بقى عندهم حساسية كبيرة من في قضية كرامة المواطن المصري. هذا واضح. وتحت ذريعة الانتصار للكرامة المصرية أخذت بعض القنوات الفضائية المصرية تكيل الاتهامات للحكومة السعودية في تعاطٍ يرى البعض أنه تجاوز مرحلة المهنية الإعلامية على طريقة الأفلام التجارية الرخيصة التي تصدرت المشهد السينمائي المصري في الثمانينات من القرن الماضي رافعة شعار الجمهور عاوز كده. ويبدو أن الشارع المصري كان بحاجة إلى أن يجد قضية أو مبررا للخروج إلى الشارع رغم وجود العديد من الاستحقاقات المصرية الداخلية التي كانت أولى بالهتاف وإنهاك الحناجر بها بدلا من الاحتجاجات العابرة للحدود والمتعدية على سيادة دولة مجاورة. القضية ليست قضية سياسية، ليست قضية حتى شعبية، هي قضية إعلامية ولا ترتبط بالإعلام المصري ككل، ولكن بشريحة محددة في الإعلام المصري يهمها لمصالحها الخاصة ولأسباب ربما لا أعرف تحديدا ما هي أن تسوء العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين شقيقتها الكبرى اللي تربطها علاقات تاريخية معها، علاقات ثقافية، علاقات بشرية حتى على المستوى الإنساني. الاعتصامات أمام السفارة السعودية في القاهرة حملت نفسا عنصريا واضحا وإهانات بالغة للحكومة وللشعب السعودي. وكانت السلطات السعودية ضبطت مع أحمد الجيزاوي نحو 1200 قرص مخدر من مادة ترمادول المصنفة في السعودية تحت بند المواد المخدرة، رغم وجود أصوات مصرية ترى أنها مادة طبية ولا تصنف تحت بند المواد المخدرة. إن المادة أساسا طبيا لا يتم صرفها إلا بوصفات في المملكة واسمها مدرج ضمن القائمة المواد المحظور إدخالها أو تداولها إلا بوصفة طبية وإلا عن طريق شركات معينة وبكميات محددة ومعلومة. في حال ثبوت تهريب أو الجلب أو ما في حكمها تكون العقوبة المقدرة كأعلى عقوبة اللي هي القتل تعزيرا، ويجوز للمحكمة المختصة ويقصد بها المحكمة العامة حاليا في النظام القضائي الجديد المحكمة الجزائية النزول عن هذا أو عن هذه العقوبة لأسباب تقدرها إلى 15 عاما كحد أدنى.
يعيش في السعودية نحو 2 مليون عامل مصري، هذا بخلاف الحجاج والمعتمرين المصريين الذين يفدون طوال العام إلى الأراضي السعودية، ويرتبط البلدان بعلاقات أخوية استطاعت التغلب على كثير من الأزمات خلال الفترة الماضية. اعتاد السعوديون على مثل هذا التعاطي المتشنج من قبل الإعلام المصري، والذي في كل مرة ما يسد إلى جنازة وينزل فيها لطم، لكن يبدو أن اللطم هذه المرة سيطول تماشيا مع نفس الثورة وحمى الاعتصامات، أمر يأمل العقلاء في البلدين أن يتم تجاوزه قريبا. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. الابتزاز الإعلامي من قبل بعض الإعلاميين المصريين بدأ بالسب وكيل الشتائم لنا في السعودية من بداية القبض على المتهم الجيزاوي دون تثبت وتقصي وراء الحقائق. هذا وإن دل الحقيقة إنما يدل على أن هنالك نقصا في مهنية هؤلاء الإعلاميين وضغينة في النفس ظهرت ملامحها جليا في هذه القضية. برنامج هلا كان أول برنامج فضائي يرد بمهنية على صراخ وزعيق هذه الأصوات من خلال حلقة خاصة عن تداعيات أزمة الجيزاوي على العلاقات المصرية السعودية. أحب أعيد وأكرر تفسير هذه الكلمة، أيضا أسأل العقلاء المصريين ماذا نعني لما نقول للسعوديين المصريين قبل الثورة مش زي بعد الثورة. وبعدين يعني أنا شرحت في البداية، لكن يعني هل أنتم قصدكم مثلا بالثورون عندنا حتى في السعودية؟ يعني ثوروا في مصر، وطبعا ريادة تونس في الثورة ليست لمصر أبدا، وتعلموا من النموذج التونسي كيف مشى الحياة السياسية، وخذوها وركزوا على 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 نجاحكم الداخلي فقط. اسألوا كل اقتصاديين المصريين والسعوديين فيما لو تم قطع العلاقات وما كان في عمالة مصرية في السعودية والسياح السعوديين بطلوا يروحون مصر، ترى في النهاية احنا بدون عواطف نحسبها اقتصاديا، يعني ترى مصر هي الخسرانة، يعني السعودية ما راح تخسر شيء، في بدائل كثيرة، في أمور كثيرة. أنا عموما ما أبغى أتكلم بهذه اللغة، لكن ما دعانا للحديث بهذه اللغة الحقيقة غضبي أنا الشخصي وفريق الإعداد وأيضا زملاء لنا في الوسط الإعلامي السعودي ومواطنين ومواطنات سعوديين، لأنه الحقيقة أنا قلت في البداية عندما تصل الشتم والسباب إلى قائد المملكة العربية السعودية والتجني على تاريخ المملكة العربية السعودية، وأيضا يعني خلق مشكلة كبيرة من موضوع قانوني بحت، يعني كل الناس اللي في وسائل الإعلام المصرية لما بدأوا في الانتقادات وكيل التهم والسباب والشتائم ما فكروا ينتظرون لين تنتهي القضية ويشوفون ايش القرار وايش الحكم. يعني السعودية ترى ما هي فوضى، ما هي بلد سايب كذا، في قانون، في أنظمة، واحد مدخل زراكس لازم يعاقب ويحقق معاه، مسألة واضحة جدا. احنا نرفض الظلم، لكن هذه قضية انتظروا لين تطلع النتائج، وفي مؤشرات اساسا ظهرت وراح تظهر وتبين. أيضا الحقيقة اللي يألم أكثر كثير منا حنا السعوديين، اللي الحقيقة هل وصل بهم الحال إلى أنهم يعتقدون أنه عيب علينا لما تتعرض سيادة المملكة العربية السعودية سواء قيادة أو شعبا أو تاريخا للسب، أنه صار عيب علينا أن ندافع؟ في كثير من الناس صامتين مستحي أنه يدافع عن المملكة العربية السعودية، مستحي أنه يدافع عن الملك عبد الله بن عبد العزيز، مستحي يدافع عن التاريخ، مستحي يعمل أي شيء، يعني وكأنه من الموضة، يعني أنت بتصير عظيم لا تدافع عن السعودية. لا، دافع عن السعودية، السعودية على حق في هذا الملف وتستحق التقدير والاحترام، ولا يوم قصرت في حق مصر، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا إنسانيا ولا أي شيء. لماذا الـ 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 المصريين يعني في أحداث كثيرة يعني يثورون في الإعلام المصري ثم ينعكس على الشعب، وأنت لما تبحث المشكلة تكون بسيطة؟ يعني هل هناك في حق التاريخي لا نعلمه؟ هل هناك جهات خارجية تحرك هؤلاء الناس؟ هل هناك يعني خطة إعلامية لهدف ما لسبب ما؟ أستاذ ثامر تسمعني؟ أولا مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. نعم أسمعك. مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا أعتقد أننا بلغنا يعني في هذا الحدث سواء في مصر او هنا. لا احنا ما بلغنا الثامر، يعني ترى هذا اول برنامج تكلم بعد ما بلغ السيل الزبر. خليني اكمل لك هذا. انا اسمح لي خلني اقول رايي معلش. لا احنا يعني انا شايفك معصب واجه، وهذا من حقك، هذا وطن وهذه قضيه ما يربطنا بمصر، يربطنا دين و
مصاهرة وتاريخ ونسب وحضارة وامتداد لمئات الأعوام. لا يمكن أن ينغص هذه العراقة قضية الشيخ البلازمة وشوفه لو سمحت. ثم هذا الأخ الجزاوي لا ثم الأخ الجزاوي يعني ليش احنا مترصدين له يعني وش منه الجزاوي عشان نشن عليه هذه الحملة ونتهمه بإدخال حبوب ممنوعة ونملى الشنط حقته يعني قضية القضاء لم يصدر رأيا في هذه القضية والبحث لا زال مستمرا ومن حق مصر أن تنتدب من ترى من محامين أو متخصصين في هذا الشأن للحضور والجلوس مع الجزاوي والجلوس مع جهازنا الأمني. وأما التعديات التي بلغت حتى صفع حتى لوحة السفارة تصفع بالأحذية في مصر ويكتب عليها عبارات لا نقبلها لأنه لن يحدث هذا لأي مصري في بلادنا. نحن نحب المصريين إلى درجة كبيرة، نحن تعلمنا على أيديهم وتعلمنا في جامعاته، لكن لغة الخطاب مختلفة. هذا لا يعني أبدا أن مصر قبل الثورة تختلف عن مصر قبل الثورة. مصر هي العروبة وهي السمة وهي الخلق. لا يمكن أن ننغص هذه الطريقة وننغص هذه العلاقة بمجموعة. يعني أمس أنا في قناة يعني في قناة المحور برنامج اسمه واحد من الناس، سيدة مصرية محكومة بتسع سنين سجن عشان ما سددت 3 أقساط لغسالة ومروحة. يعني هذا ظلم، يعني هناك الظلم مش الأحكام. تقول أنا في مصر هذه طلع من السجن على حال قضية الجزاوي. تعب في مصر. يعني قضية الجزاوي تظل قضية تهم مصر وتهمنا، وسوف يعني القضاء يعلن. يعني أنا أؤكد كما ذكرت في السابق، ما مصلحتنا يعني في أن يعني نترصد للجزاوي هذا الترصد، وإن كان يوم من الأيام محاميا عن فئة أو جماعة إسلامية أو جماعة متطرفة، لن نكون معه بهذه القسوة، ومعه زوجته ومعه ضيوف آخرين، وهو جاء سواء يعتمر أو يؤدي. أود أن أقول بصراحة أن مصر بالغت في حكاية الجزاوي، وأنا نحترم. لدينا كما قال السفير السعودي في مصر أستاذ قبطان، لدينا أكثر من 9 سعوديين في السجون المصرية محكومين بالإعدام أو بالمؤبد بشأن المخدرات. لم يجدوا مننا هذا التصدي وهذا الصراخ وهذا التشنج. نعم. ننتظر هذا قضاء. نعم. مصري وأثبت بالإدانة أنهم مدانين أو غير مدانين. إحنا هذه قضيتنا. على موضوع التعليم بس عشان هذه موضة كمان مصرية، إحنا اللي علمناك وما علمناك، وأول شيء هذا كلام فاضي وفارغ. لما نقول إحنا اللي علمونا في السعودية مصريين وأردنيين ولبنانيين وسودانيين، وهذولا كانوا في حقبة ماضية جدا، لكن اليوم إحنا نعلم العالم. بالنسبة للجامعات تعلمنا في جامعات عربية غير المصرية، مصرية ولبنانية وأردنية وجامعات خليجية وجامعات عالمية أعرق من الجامعات المصرية في أمريكا وفي بريطانيا في كل مكان. فيعني أصحوا من هذا الوهم اللي أنتوا فيه. أستاذ سلطان، كيف تقرأ ردة فعل بعض الإعلام المصري على قضية الجزاوي، والتي يعني استغلتها ربما هناك من يقول استغلتها للتشويش على الرأي العام ونشر الشائعات حولها؟ الاستضافة علي، ومبروك النيو لوك للبرنامج، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله دائما. الله يسلمك. انا اذا سمحت لي يمكن اخذ خط مختلف شوي في نقاش الموضوع. انا اعتقد يجب ان لا نغرق في التفاصيل في هذه القضية، لان هذه القضية انا اعتقد انها ستمر مثل ما مر غيرها. ولكن اللي يقلقني في واقع الامر ان مثل هذه القضية تأتي مثل الريح التي تزيل طبقة رماد خفيفة، وهذه الطبقة من الرماد تخفي تحتها جمر. هذا الجمر هو المشاعر المكبوتة لدى الطرفين في واقع الأمر. هذه العلاقة والنظرة الشوفينية المتأصلة للأسف عند كثير من الشعوب العربية، ومنها في مصر أو في السعودية، تجاه كل شعب تجاه الآخر. يعني نترك كل ما يتم خلال السنوات، يذهب سعوديون إلى مصر للدراسة أو للسياحة أو للاستشفاء، ويأتي مصريون للعمل للتدريس أو لآخره. ولكن فيما بعد تأتي قضية مثل هذه، قضية تافهة، وتظهر كل هذه الأصوات المزعجة التي تتحدث بهذه الطريقة التي تؤلمنا جميعا. أنا أعتقد أن بحاجة للعلاج من الأساس، وأنا أعتقد أن دور المثقفين ووسائل الإعلام هو في النظر لهذه القضية وليس الانتصار لها.
أنا عجبني الداعي عمرو خالد قال أن المنافقة العامة أسوأ من منافقة الحكام. وأنا أعتقد ما يجري الآن في 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 مصر أو في أحيانا في السعودية من أصوات تحاول الزيادة تصب الزيت على النار على هذه في هذه القضية، يعني كأنهم الناس يبحثون عن شعبية. أنا أفهم أنه في مصر الآن في هذه الفترة بالذات هناك يعني جدل سياسي كبير، وهناك محاولات استقطاب، وهناك محاولات الحصول على شعبية، فنجد من يجيش الرأي العام أو ينساق وراءه لأغراض لتحقيق أغراض سياسية داخلية. أنا أحب أقول لك أستاذ ثامر وأستاذ سلطان، أنا دائما فخور فيكم الحقيقة أنتوا الاثنين، ويمكن الآراء اللي قلتوها يعني ما تتناسب مع حماس السعوديين وغضبهم الآن، لكن أنا ودي الحقيقة تعطون أخواننا في مصر كتاب الرأي والإعلاميين درس في الـ في الـ في, الـ في الأخلاق وفي الوعي الإعلامي. اليوم تحدثت في البداية أستاذ ثامر أنه علينا ألا يعني نهول، ولكن الحقيقة كل إحنا ما أردنا ذلك، ورأينا يعني آراء من نخب، والحقيقة آراء حتى النخب ترى ليست بعيدة عن آراء السيدة اللي سمعناها قبل شوي. ما الذي يجعل المصريين عندما تكون القضية مع 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 السعودية يعني يثورون هذه الثورة، سواء قبل حسني ولا بعد حسني؟ أنا شخصيا لا أفصل بين ما قبل الثورة وما بعد الثورة، لكن أعتقد بأن هذه المرأة ليست مقياس، وهذه المرأة قدمت نموذجا سيء يسيء إلى مصر، وحتى اليافطات التي كتبت، وحتى هذا يعني بإمكان أنا أتساءل أليس في مصر عقلاء وحكماء يعني يندر أن تجد هذا يعني هذا النوع من الناس الذي يحتكم إلى أولا الرجل موجود هنا وهو لم يحكم بعد، الرجل لا زال رهن التحقيقات، والغرض من التحقيقات في يقيني أنا أن الغرض أن يصلوا إن لم تكن هذه الحبوب التي أحضرها إلى المملكة له، فلمن كان سيوصلها لمن؟ الذي يتدمر من القضية ليس سمعتنا فقط، يعني ليس فقط أن تسيء مصر إلينا بهذه الطريقة، لو هذه الحبوب نفذت لدمرت جيل كامل. أنا على يقيني كما قال المحامي الأستاذ خالد، لو كان هذا الرجل معتمرا لماذا لم يحضر بملابس الإحرام؟ لو كان هذا الرجل أن هذه الحبوب ليست ممنوعة في مصر وممنوعة هنا لماذا لم تحضر في علبها الطبيعية وكياسها الطبيعية وعبواتها الطبيعية؟ ليه في علب حليب وملحمة من تحت؟ يعني القضية ويتظل القضية، أنا أرجو أن نهدى ونحيلها كلها إلى مصر. الجيزاوي وقضيته، على بعض المتخصصين في مصر أن يحضروا بوجود السفير والقنصل ويجلسوا مع هذا الرجل، هل تعرض للتعذيب والإهانة كما يقول والركل ومش عارفه، ويسألوا ليش جبت الحبوب هذه ولمن كنت حتبيعها ولمن كنت حتعطيها تهديها إن لم تكن بيعا، ولماذا لم تحضر بملابس الحرام وأنت معتمر؟ يعني أنا لا أعرف الجيزاوي ولست خصما له، ولكنني أعتقد أنه لن يكسر هامتنا هذه الأقلام التي وجدت فرصة لأن تقذفنا بكل شيء. بس إذا تحتاج تعليق سريع أقول لك أنه اليابان في وقت عز إمبراطوريتها كانت مستعمرة كل بلدان شرق آسيا، وكانت تتعامل مع هذه الشعوب كأنهم عبيد. في الآن لا توجد هذه المشاعر لدى لا الصينيين ولا الكوريين ولا التايوانيين ولا الفلبينيين، لكن كلهم يشتغلون مع اليابان لأخذ التقنية ويتفوقون فيها من جديد. هذه الأحقاد تنساها الشعوب المتحضرة التي ستستطيع أن تتجاوزها إلى أن تبني حضارتها. نحن نريد علاقة مثل هذه مع إخواننا في مصر، مصر التي بدأت ثورتها عام 52 وكنا نتمنى أن تبدأ مشروعا حضاريا في العالم العربي، ولم تفعل ذلك لأن انشغلت بتصدير الثورة. الآن مصر الآن بعد ثورة يناير الإخوان نسمعهم يريدون تصدير هذه الثورة لنا،
يا أخي لا ما هكذا تورد الإبل، ولا أيضا لا يجوز أن أيضا أن نمن عليهم لأننا نشغل أبنائهم لأن عندنا فوائض مالية. هذه الفوائض المالية ليست ثروة لنا، ثروتنا الحقيقية نحن ومصر عندما نستطيع أن نتحول إلى مجتمعات منتجة. نعم، هذا التعليق الأخير اللي أرجو أنه يكون الحاسم، ويرجو أن يكون مرضي لإخواننا في مصر العقلاء منهم المثقفين وقادة الرأي. نعم، شكرا للمستشار الإعلامي الأستاذ سلطان البازعي، شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ ثابر الميمان، وشكرا للمحامي المستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد. أتمنى أن يكون وطني دائما بخير، وأن يكون دائما رافع الهامة بعزة وبثقة، ولدينا كل المقدرات اللي تخلينا كذا. طبعا خلال الأيام الماضية الجميع شاهد ثقافة الردح الإعلامي التي مارسها مجموعة من الإعلاميين المصريين، من ضمنهم محمود سعد الذي رأى أضواء نجومية عبر وسائل إعلام سعودية في مشهد حقيقة لا يليق بإعلامي كان الجميع يتوقع بأنه من أهل الحكمة والمهنة في مجاله، لكنه خيب كل التوقعات عندما خرج في برنامجه مستاء من اعتذار بلاده للسعودية عن أحداث السفارة. الزميل علي العلياني كان له ردا خاصا على الطريقة التي استخدمها محمود سعد في تقديم الخبر. أنا لا أعلم على أي أساس يتحفظ السفير على أوصافه ويرفضها جملة وتفصيل. يمكن قلت يمكن يعني بعض الإعلاميين، لكن الحقيقة أنا أرسل لي مقطع لشخص إعلامي مصري يعني كنت أعتبره قدير، لأنه الحقيقة رجل يعني بحسب يعني رجل متزن وقارئ و يعني تعرف على التلفزيون من خلال الام بي سي، ثم بعد ذلك صار حلو في عيون التلفزة المصرية أو القنوات المصرية سواء الرسمية أو الغير رسمية، وهو الأستاذ محمود سعد. أنا الحقيقة شفت مقدمة المقطع، أنا قلت يعني في شيء معلومة خطيرة ضايقت محمود سعد، خلونا نشوفها. أنا الحقيقة أبغى كل إعلامي مهني صادق واعي سواء كان مصري أو سعودي يعني يحاول يعطيني تحليل لهذا الانفعال في هذا المقطع. راح نشوف المقطع ثم نعود بعد ذلك للتعليق والنقاش. خلونا نشوف هذا المقطع لمحمود سعد. رحم الله جمال عبد الناصر. يمكن تسألوني ليه بترحم على جمال عبد الناصر دلوقتي، يمكن لما تشوفوا الأخبار اللي هتتقال اللي أنا عمري ما هقولها هتتقال كده في التقرير، لان احنا مضطرين نزيع الاخبار ونتابعها، انما هنقولها لكم. واظن كلكم هتترحموا على جمال عبد الناصر زي، لان الكرامه فوق اي اعتبار، الكرامه فوق اي اعتبار. مش تابعتوا الاخبار؟ بس لسه في خبر لسه ما يعني لسه حاصل من دقائق او من يعني تلت ساعه نص ساعه ما قريناهوش، مش عارف هم هيحطوه على الشاشه، لان انا رفضت اقرا الحقيقه. مش ما يصحش من المذيع ان هو يرفض يقرا خبر مهما كان الخبر، لكن الخبر الحقيقه ما يتقريش بكل المعايير، ما يتقريش خالص، ما ينفعش ابقى انا مظلوم واعمل اللي هتشوفوه الوقت ده، ما ينفعش. هو الخبر في ايدي اهو، زمايلي انتوا بتكتبوها على المكنه؟ بتكتبوها على ايه؟ الخبر فين؟ مكتوب في العمود اللي تحت ده؟ مكتوب؟ انا مش حار الخبر، انتوا بس كده؟ الخبر التاني بقى، الحكومه كذا 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 زي ما انتوا شايفين. وبعدين في خبر تاني بقى رد عليه، بصوا الرد عليه كمان، يعني الحقيقة مش عارف اقول له ايه الحقيقة. فين الرد؟ وهذا هو الرد، وهكذا جاء الرد. يعني الحكومة المصرية تصرفت التصرف اللي انتوا شايفينه ومنتظرين لما. طيب شفنا هذا المقطع. طيب أنا بس الحقيقة هذه الزفرات والتأوه والآهات الحقيقة اللي ما لها يعني أي معنى إلا أنه محاولة تهويل الموضوع. اليوم إحنا نتكلم بشكل مهني، لما محمود سعد أو غير محمود سعد يتحدث عن أنه
الموضوع الجزاوي فيه موضوع سياسي وقضائي، وفيه بسبب أنه قبل سنة صدر فيه حكم بالاعتداء على الذات الملكية. أنا أحب أقول وأنا الحقيقة يعني أدرك هذا الشيء، ولكني سألت فيه أكثر وأكثر حتى أتبين. لا يوجد في المملكة العربية السعودية حكم اسمه سب الذات الملكية أبدا أبدا أبدا. وأساسا يعني لو كان موجود أو كان في أحد من الساسة نفترض جدلا يرغب في ذلك، أول من سيقف في, في, في وجهه هي هيئة كبار العلماء والمنهج الديني في المملكة العربية السعودية، لأنهم يرفضون تأليه أي أحد ويرفضون هذه المواضيع كلها. وأيضا الملك عبد الله بن عبد العزيز رجل يقول أمتع الألقاب عندي خادم الحرمين الشريفين، يقول أفضل شيء عندنا في المملكة العربية السعودية هو نخدم حجاج بيت الله الحرام وزوار بيت الله الحرام، يعني رجل يستمتع بذلك. يعني فما ليس من المنطق يا أخي يا محمود سعد، حتى أمير القلوب والله الملك عبد الله قالها لأمراء سعوديين في مجلسه في شيء للإعلام وشيء ليس للإعلام، قال حتى أمير القلوب الملك القلوب لا تقولون ملك القلوب. وأنت يا محمود عندك أصدقاء سواء من الساسة ومن الأمراء من رجال الأعمال من قادة الفكر والرأي، واسأل وتبين وستعلم بذلك. اليوم الحقيقة هذا الموضوع أنه في شبه انتهى، هذا رجل جاء من مصر، يمكن أحد غرر فيه، يمكن هو شبكة واليوم ظهرت في صحيفة الوطن أعلنوها مجموعة مصريين وسعوديين مهربين. يا أخي هذا مهرب، وبعدين لقيوا معاه كله واعترف وموثق. أما ما زوجته أنه تقول ما طبيعي، أي زوجة ما راح تقول شو اسمه مسكوا زوجي وهم مخدرات، لازم تتبنى الدفاع لآخر لحظة. بسألت أنه قبل الكونتر لا ختم على جوازه ودخل بعد ذلك. وبعدين على فكرة ترى يعني في كلاب بوليسية تفتش قبل حتى لا تدخل أنت الكونتر، يعني حتى قاعد أفترض جدلا معك كل الأمور. أمر ثالث ومهم الحقيقة، في مغردين مصريين يقول لك معقول، أو بالمصري يقول لك معقول ما اكتشفوها في مطار القاهرة واكتشفوها مطار جدة. يعني طيب يعني أنت تقول هذه الشوفينية، يعني ما شاء الله مطار القاهرة، يعني أنت بصمت أنه أحسن أنه هو الأفضل؟ طب ما المملكة العربية السعودية يفد إليها من كل يعني دول العالم، وبالتالي تطور حراساتها ومراقبتها وأدائها كما تفعل مصر أيضا حكم أنها بلد سياحي. وأنا وعلى فكرة ترى الناس اللي يقولون زي كذا أنا متأكد لا زال لا مطار مصر ولا السعودية، بس عاد حكي فاضي. أرجع وأقول أرجع لمحمود سعد، اليوم أنت تتحدث عن هذا الموضوع، أنا أخذ محمود سعد نموذج، لأن محمود سعد أنا والله العظيم بقول لكم شيء بين بينكم، وأنا يا ليت أنه سمح لي صديق عزيز اليوم كنت أفكر أني أذكر محمود سعد فيه، ولكن كلمني مصادفة لموضوع آخر فقلت سبحان الله متذكرك اليوم، لأني عندي في أهلها كنت بجيب طريق على الموضوع، يعني أنا ما أقدر للأسف لأنه أمني، فقال أرجوك لا تأتي باسمي ولا أي شيء. هذا الرجل يعني إعلامي سعودي له الحقيقة فضل على محمود سعد، ولا لما أقول فضل بمعنى أنه تحمل محمود سعد في مرات كثيرة، وكنت أنا في تلك الفترات أقول له يا أخي ليش محمود سعد باقي أشوفه موجود على مثلا ترويسة أو على جنريك عشان أموه الموضوع شوي. فقال أنا لا أشعر بالسعادة إلا إذا كان محمود معي، حتى لو نعمل سيعود مرة أخرى، بركة محمود عندي بالدنيا إذا جاز التعبير يعني بهذا المعنى. هذا يا أخي يا محمود إذا ما تذكرت أي شيء آخر، أنا ما بقول لك إنه معناته أنك اشتغلت في قنوات سعودية أنك أنت لما بلدك يصير في مشكلة ما تدافع عن بلدك، أنا ما أقول لك كذا، أنا أقول تذكر هذا الرجل وتذكر أنه يمثل طيبة سعودية كبيرة ويمثل مهنية كبيرة. من أجل هذا الرجل فقط حاول أن تتبين واتصل واسأل، لا تأخذ الأمور يعني على هوى الشارع، لا يليق بك ولا يليق لا بمصر ولا بشعبها ذلك، لا يليق أن يتحول الإعلام المصري إلى هذه الحالة الغوغائية، إلى حالة الردح الإعلامي بين هلالين إذا جاز التعبير، لا يجوز ولا يليق. عموما أنا أحب أتذكر محمود سعد أول ما شم رائحة التلفاز كان على شاشة الـ MBC، ثم بعد ذلك أصبح جميلا ورائعا في عيون القنوات المصرية، سواء القطاع الحكومي على أيام مبارك اللي كان محمود سعد يعمل، وكان يعني عمل لقاء مع علاء والحياة جميلة، وكان يقول مشاكل في الناس الرئيس وضعه كويس، بعد ذلك تبدل الحال وأصبح ثورجيا بين ليلة وضحاها،
وعلى فكرة المصريين يعرفون أكثر مني، أنا ما أبغى أتدخل بالشأن المصري. مع ذلك أنت حر، يمكن في ظروف سياسية، يمكن لو كنا مكانك سوينا زي نفس الشيء إلى آخره، ولكن اليوم ليس من حقك ولا من حق غيرك أن يتطفل أو يتطاول على المملكة العربية السعودية بدون وجه حق. والله العظيم لو كان لديك يعني أي قانون أو مستند أو حق مهني في هذه التأوهات والترحم وهذا التباكي، ما تقدر تقرأ أنه مصر اعتذرت للسعودية بعد أن هجمت السفارة السعودية، يعني زيادة شوية. ما تقدر تقرأ أنه الملك قال سننظر في، طبعا الملك قال إيش تبغى يعني يسوي حفلة لما بينظر في الأمر، لأنه اعتدي على سفارة المملكة وعلى قنصلياتها وعلى ويمكن على بعض أفراد شعبها الموجودين هناك، يعني لازم ينظر ويبحث مع السفير ويشوف المسألة راح تزيد، أنتوا حالة هذا الرد ستستمر ولا لا يتبين. عموما أنا لا بقول، أنا أكون لكل مصري ومصرية التقدير والاحترام والإجلال، وأنا أعرف جيدا أنه ما حدث لا يرضي المصريين العقلاء، للناس ولا بعض زملائنا الإعلاميين اللي موجودين في الوسط الإعلامي المصري وغير المصري. أنا حبيت بس نشوف النماذج كيف تتبدل وكيف تحاول أنها تخطف حدث يعني بدون أدلة من أجل أن تصبح يعني نجم يعني من نجوم المرحلة ومن نجوم البلد، أو يمكن تسدد فاتورة معينة وتحاول تثبت للشعب أنها هي يعني تعاني وتهتم. أحد الإخوان الحقيقي قال فعلا الله يرحم جمال عبد الناصر، ما كان أحد يقدر يفتح فمه ولا يعبر ولا يقدر يقول شيء في ذاك الوقت. أنا كنت كل التقدير لكل التاريخ المصري بكل ما فيه من رؤساء يعني قبل ثورة يوليو وبعدها وبعد الثورة هذه، لأن الحقيقة ننظر لمصر ككيان، أما كل ما سيحدث فيها مستقبلا فهذا شأن مصري. أنا حبيت الحقيقة، أنا ما أحب أكون أنفعل، ولكن حبيت أوريكم أيضا نموذج آخر كنت الحقيقة يعني أعتبره من العقلاء، ولكن يبدو أن العقل غاب هنا، إن شاء الله يعود إليه عقله ورشده ومهنيته يوما ما. وعلى فكرة ترى ربعنا في ملاك القنوات ترى طيبين كثير خصوصا مع المصريين، فعسى إن شاء الله يعني يعودون إلى رشده. حقيقة بس أنا بيعرف وش موقف هؤلاء الإعلاميين أمثال محمود سعد الآن بعد أن كشفت التحقيقات التي تجرى مع الجيزاوي عن إقراره بعلاقة تربطه بعناصر شبكة تضم أفرادا سعوديين ومصريين لترويج هذه الأقراص. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لكم ونتابع فيه. الصحة تعلن منحها مكافآت مجزية للمبلغين عن فساد مشاريعها وتجاوزات إداراتها. خط هلا وديكم هي من آخر كاش مكالمات وإسمس وإنترنت ببلاش هلا بدون غلا هذا كلام زين. لماذا ثوب دروش هو الأكثر مبيعا في المملكة؟ لجودة أقمشته ولدقة تفصيله وراحة ملبسه ولأنه متوفر بكل المقاسات. ثوب دروش الأكثر مبيعا في المملكة من عجلان وإخوانه.
سر الجمال الآن بين يديك. رغوة كوليستون الجديدة، رشي ثلاث مرات فقط، ضعي الرغوة وتمتعي. رغوة كوليستون تتغلغل وتملأ كل خصلة للون أغنى وأكثر تجانسا من كوليستون. ضعي قوة اللون الغني بين يديك. رغوة اللون الغني الجديدة من كوليستون. لا تعتمد اللعبة على الهجوم فقط، تحتاج القرية مجهودك أيضا لبنائها. رافعا نقاتل سويا ونفوز سويا، لعبة استراتيجية جماعية حقيقية على الإنترنت. العب مجانا على travian.ee. يوه صادفة واشترت كل السوق. أكيد كلهم لا شعرة، الزيت والبيض وحتى الفواكه، والعيلة جوعانة يا حرام. أمهات آخر زمان. الحل أسهل مع بيرت، لأن بيرت مستوحى من الخلطات العربية التقليدية، بيعطي الشعر نعومة وترطيب وأكيد كل التوفير. ايه أكيد أكله مو طيب. ايه من شكله مبين مالي. بيرت، شعر جذاب بلا عذاب. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. أعلنت وزارة الصحة عن منحها مكافآت مجزية للمبلغين عن فساد مشاريعها وتجاوزات إداراتها ومراكزها الطبية، داعية المواطنين والشركات والمؤسسات لإبلاغها مباشرة عن أي وجهة من أوجه الفساد أو الغش أو الاحتيال في تنفيذ أي عمل من أعمالها أو مشروع من مشاريعها، مؤكدة في الوقت نفسه أن هؤلاء المبلغين سيتم التعامل معهم بسرية تامة من خلال الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة الخاصة بالوزارة. المزيد والتفاصيل أيضا مع زميلي عزام الخديدي. رصدت وزارة الصحة مكافآت لكل من يبلغ عن وجود فساد أو تقصير في تنفيذ أي عمل من أعمالها، مع الاحتفاظ بالسرية الكاملة للمبلغ. خطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها جاءت متأخرة، فرقابة المواطن وما وفرته له أدوات الإعلام الجديد باتت أقوى من أي سلطة رقابية أخرى. المركزي، هذا الموقع حكم. شوف شلون ينشرون الأسرة، مفارش الأسرة حق المرضى. شوف نشوف هذه وزارة الصحة. وزارة الصحة دخل الوزير، شوف الفضائح اللي عندنا، شوف الوصاخ، شوف القذارة. أيضا القرشي شاهد عيان آخر على مدى الفوضى التي تعج بها مستشفيات وزارة الصحة،
القرشي أصيب بكسر في قدمه واتجه إلى مستشفى حكومي في جدة مصنف تحت فئة ألف، لكن مستوى خدماته لا يرتقي لأن يكون مندرجا تحت هذه الفئة الأرقى ضمن سلم تصنيفات وزارة الصحة. من الساعة 7 إلى الساعة 9:30 فنية التجبير ما كانت موجودة، وكان طبعا في آلام. الدكتور طبعا قرر لابد عمل تجبير للرجل، فانتظرنا هذا الوقت الطويل، ولما حضرت فتحت غرفة الجبس فإذا بها في حالة سيئة جدا، ولدي صور تثبت هذا الأمر. يعني الغرفة في جميع أنحائها كانت متسخة جدا بأنواع الجبس اللي كان معمول للمرضى في اللي نصلاش في جميع المرضى. عملوا لي الجبيرة، مراجعة بعد يومين فإذا بالتجبير كان سيء، فتم كسر رجل مرة أخرى وإعادة الجبس مرة أخرى. وكانت معانا يعني بالأمس كنت طبعا في المستشفى، وكانت معانا شديدة جدا في كسر الرجل وإعادتها مرة أخرى. احتلت مخصصات القطاع الصحي المركز الثاني في ميزانية الدولة من حيث حجم الإنفاق، إذ بلغت نحو 87 مليار ريال بزيادة تجاوزت 26% عن ميزانية العام الماضي. هذا فضلا عن أن مخصصات الخدمات الصحية خلال ميزانيات الأعوام الثلاثة الأخيرة زادت بشكل واضح، لكن ذلك كله وبحسب مراقبين لم ينعكس على أداء وزارة الصحة التي ما زالت تعاني من الكثير من المشاكل، سواء على مستوى المباني أو على مستوى الكادر الصحي. عزام الخليدي، روتانا خليجية، جدة. المكافآت التي رصدتها الوزارة للبلاغات يعتبرها البعض جيدة، ستنوع من آلية تعقب الفساد وتساعد على تطور استراتيجياته، فيما يرى أحد ضيوف البرنامج بأن هذا العمل يجب أن يكون مناطا بهيئة مكافحة الفساد، فالمواطنين يفترض ألا يتحولوا إلى مخبرين. أما آخر فيطالب بإيجاد قوانين وآليات تحمي الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد. تأسس جمعية للفساد لمكافحة الفساد، هيئة لمكافحة الفساد، وكانت أول يعني تجربة لها وأول حادثة لها مع وزارة الصحة، ثم يعني بدأت كمبادرة يعني جيدة، ثم انتقلت إلى أن نشأت مشكلة بين الوزارة والهيئة، من بلغ ومن الأول ومن المقصر ومن الذي استفاد ومن الذي لم يستفيد. أنا أعتقد أنه يعني كنت أتمنى أن وزارة الصحة لا تدخل المواطنين في حالة من يعني أو تطلب منهم أن يكونوا مخبرين، لأنه المخبرين عادة هم مسؤولية جهات أخرى، ولا يمكن يعني ضمن النظام عدم وجود شفافية في مسألة نظام التبليغ لا يستطيعون المواطنين. ثم أنا أستغرب جدا يعني الآن ما هيئة مكافحة الفساد لم يمضي عليها شيئا كثيرا، كنت أتمنى أن وزير الصحة وزارة الصحة تطالب الهيئة باجتماع عاجل لبحث كيف يعني كيف تقوم هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد في وزارة الصحة أو أي وزارة، وتكون مثال الحقيقة للجهات الحكومية الأخرى. لكني تفاجأت بأن وزارة الصحة الآن وكأنها لا تعترف بهيئة مكافحة الفساد. يسرني أن أستقبل هاتفيا معي الآن مستشار وزير الصحة والمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون في الوزارة، الأستاذ سعود الرفيع. أستاذ سعود، مساك الله بالخير. ما الذي دعا وزارة الصحة الآن إلى استحداث نظام لمكافحة الفساد بهذه الطريقة الجديدة، بالرغم من وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد تهتم بنفس الموضوع؟ نعم، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للاستضافة على الهواء. الحقيقة يعني الموضوع يعني هذا موضوع يعني حساس وهام جدا، ويأتي هو في الواقع يعني تنفيذ وترجمة لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتعزيزا لدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأن الحقيقة الوزارة رغبت في فتح قنوات للتواصل مع المستفيدين من خدماتها، ويعني تشجيعهم لإبلاغها عن أي منحة أو أي وسيلة أو انحراف في تقديم خدماتها أو إساءة استخدام الموارد أيا كان نوعها. وهذا في الواقع هو يعني دور تكميلي وتعزيزي لدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فالعمل وحلقة متواصلة
والوزارة والمواطن والهيئة الوطنية فهذا لازم شركاء مع بعض. إذ لا يعني مكافحة يعني عمل جماعي لا يمكن أن يتم بواسطة جهاز واحد أو شخص واحد. العمل المكافحة هي عملية وطنية يعني تبدأ من المواطن اللي هو الشريك الأساسي وثم يعني تبقى بقية الأدوار التكميلية. لا لا بس أنا أعتقد يا أستاذ الكريم أستاذ سعود معليش حضر المقاطعة، لكن ليش مثلا ما كان في قرار أنه راح نشهر بالشركات اللي تنفذ مشاريع وزارة الصحة إذا ما نفذت المشاريع في وقتها، أو سنعاقب أو سنطالب بشروط جزائية، أو مثلا سنعاقب الإدارة التي لا تنجز مشاريعها في الوقت المناسب ونشهر بها؟ ليه ما ركزت الوزارة على 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 الإنجاز، على تحفيز الإنجاز؟ طبعا هو يعني تأخير المشاريع هي أحد القضايا الجوهرية أيضا التي تمس الوزارة وتمس يعني هي أستاذ سعود مشكلة. نعم. يعني إذا الوزارة ما درت أن عندها مشاريع متأخرة وتنتظر مواطن يبلغ أن عندها مشاريع متأخرة، يعني عندنا مشكلة. لا عفوا ما هو قضية هذه اللي هي الهدف من هذا موضوع تأخير المشاريع. الوزارة تعي تماما وتعرف كافة مشاريع والمراحل اللي وصلت لها وأسباب التعثر. يعني ربما يمكن في الاستضافة اللي تمت مع معالي الوزير الصحة قبل ليلتين في البرنامج الثاني مع داود وضح يعني جليا بما لا يدع مجال للشك. الوزارة تعرف معرفة تماما يعني وعندها يعني معرفة بكافة تفاصيل المشاريع وأسباب التعثر. هناك أسباب قد تكون يعني أسباب المقاولة، أسباب قد تكون خارجة أيضا عن يعني قدرة الوزارة وعن استطاعة الوزارة. فالمواطن بلا شك هو شريك، ولكن الحقيقة يعنينا في 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 هذا الإعلان أو هذا الطرح هو الإبلاغ عن أي انحراف في الواقع في تنفيذ المشاريع، سواء يعني انحراف يؤدي إلى يعني التأخير أو يؤدي إلى إساءة استخدام الموارد، وهذا الحقيقة اللي يعنينا. لكن عملية التأخير أو عملية تأخير مشاريع الوزارة هذه قضية معلومة، هو الوزارة تتابع أول بأول، ولديها نظرة شبابية ما يكفي وما تعلن عن بين الفئات والأخرى. وهيئة مكافحة الوطن لمكافحة الفساد على تواصل تام مع الوزارة باستمرار، ولديها صورة واضحة عن كافة مشاريع الوزارة. نعم. دكتور مازن باختصار، أنتم في مجلس الشورى ترون أنه مثلا قرار إعلان وزارة الصحة بأنها مستعدة لأن تستقبل جميع بلاغات الفساد، وأيضا وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد وعندها نشاط، هل تنظرون له نظرة بأنها تشتت مكافحة الفساد، أم أنه تناقض في العمل، أم أنه الأمر طبيعي ما في إشكال، ومع أنه أي الوزارات الأخرى تحذو وما فعل أو تعمل ما عملته وزارة الصحة؟ نعم، أرحب فيك وبالأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين الكرام. الحقيقة نحن في عندنا يعني مبدأ في المملكة العربية السعودية دعا إليه يعني سمو النائب نائب خادم الحرمين الشريفين، رجل الأمن الأول هو المواطن، أيا كان في أي قطاع موجود في قطاعات الحكومة أو الأهلية أو يكون قاطن على هذه البلد هو رجل أمن. رجل الأمن لا يكمن في مسألة والله المسائل العسكرية، ولكن أي مسألة تمس الوطن أو أخواننا وأخواتنا المواطنين الموجودين السعوديين وغيرهم هذا يعتبر هو رجل أمن ولازم يكون شريك في النهضة. فإحنا يعني أنا أرحب الحقيقة بمبادرة وزارة الصحة، وشكرا للوزير، وأتمنى أن كل الوزارات تشارك هذه المسألة في وتساعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه القضية ونذهب إلى خبر حقيقة أحزن جميع السعوديين، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن السعودي صالح الشهري مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد معاناة مع المرض. الشهري يعتبر من الركائز الأساسية للفن الطربي السعودي ومن الملحنين المعروفين في السعودية وخارجها، ولديه مشوار فني يتجاوز 30 عاما نفذ فيها أكثر من 700 لحن، حيث أيضا اشتهر الشهري بالأغنيات المحلية بسبب ألحانه التي قدمها للكثير من أعمدة الفن الطربي السعودي. نتابع هذا التقرير عن أهم مراحل الراحل الفنية، ومن ثم نتابع قصص وشهادات عن الراحل مع الزميل علي العلياني. روحي تحبك غصب عني تحبك، والمشكلة حبك بروحي جرحني،
وإذا شكيت تقول إيش كان ذنبك. منجم الألحان صالح الشهري غادر إلى مثواه الأخير عصر اليوم، مديونير المال كما أطلق على نفسه ذات مرة، ومليونير اللحن كما يعتبره الجميع. صالح الشهري رحمه الله ملحن سعودي ولد في مدينة القنفذة، تخرج من قسم الإلكترونيات في معهد السلاح والطيران في الظهران، وترأس قسم الموسيقى في جمعية الثقافة والفنون في الدمام في بداية الثمانينات. نحاول ننسى حالتنا، ننسى كل ما في تغربنا تبعد. بدأ حياته يتيما مكافحا ليدرس ويعمل ويعزف على العود. يقول في مذكراته المنشورة في موقعه الإلكتروني أنه بدأ العمل في مطابع الرياض للطباعة والنشر كمراسل براتب شهريا قدره 90 ريالا سعوديا. تأثر الشهري كما يقول في مذكراته بالعديد من المدارس والكثير من الأصوات العربية، منهم أسمهان، عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، زكريا أحمد، فريد الأطرش، وديع الصافي وغيرهم. لحن الشهري لأكثر من 30 عاما لما يقارب 50 فنانا عربيا وخليجيا، مثل طلال مداح، محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، أصالة نصري، وعبد الله الرويشد. أنت يعني من القريبين من الفنان صالح الشهري، ليس فقط فترة المرض، ولكن كنت من يزور صالح الشهري في بيته، وعشت فترات طويلة في المنطقة الشرقية، وكنت يعني شبه يومي مع الفنان صالح الشهري رحمه الله، وأيضا كنت يعني شاهد على ولادة الحال لفنانين كبار. اليوم الحقيقي دائما عندما نؤبن أو نتحدث عن صالح لا ضير أن نتذكر مواقف فرح، لأن صالح حتى وإن مات فهو يحب الفرح. ودني أتذكر بعض المواقف، وأيضا أترك لك الكلمة في هذا اليوم، فضل صدفي. في البداية تقدم بخالص العزاء لمنسوبي الوسط الفني والإعلامي ومحبين صالح الشهري. الحقيقة علي تعجز الكلمات انك تتكلم عن صالح الشهري، يعني يمكن انا من حسن حظي اني لازمت صالح السنوات الأخيرة. وصالح سؤال يعني ليش العالم دول يجتمعون على محبة هذا الرجل، حتى في ناس ما يعرفون صالح، ولكن من خلال كلامنا ومن خلال قصة صالح ارتبطوا في هذا الإنسان. صالح على المستوى الإنساني يا علي فاتح بيوت، كان ما يحصل عليه من الأعمال يقدمها للناس المحتاجين، يقضي حاجتهم يعني حتى في خارج المملكة، يعني مش داخل المملكة، وأعرف هذه الأشياء. وصالح كان يرفض أن نتحدث عن هذه الأمور. كان يعني صالح يحلم يعني في الموتى، كان يحلم في طلال مداح أنه يزوره في, 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 في المنام، ويقوم اليوم الثاني ويروح يتصدق عن طلال، عمر كدرس، كل اللي زاملهم صالح. صالح جند نفسه حتى في خدمة والده لم يتزوج. صالح يعني شخصية لا تتكرر، يعني حتى في 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 حتى في خلافاتنا لما نكون مختلفين مع الزملاء او الاصدقاء المشتركين بيننا، كان صالح هو حمامة السلام، كان هو اللي يحاول انه يوفق بيننا، يلغي هذه الخلافات. هذا يعني لو يعني حيطول البرنامج لما نتكلم عن إنسانية صالح، واعتقد من يشاهدنا ويعرف صالح الشهري يعرف مآثر صالح وتأثيره فينا يعني وفي الآخرين. غير كذا أنه رجل عمل نقطة تحول في, في, في الساحة الغنائية يعني، وما حد ينسى أغنية يا ناس أحبه اللي فتحت أفاق وجددت في شكل الأغنية. ثم بدأ صالح يؤثر ويؤثر حتى ولد جيل متأثر بما يقدمه صالح الشهري.
هو كان فرس الرهان دائما في ألبومات أي فنان مبتدئ، كان يبحث عن صالح الشهري حتى يكون هو صالح، يتفائلون في صالح ويكون هو نجم. لما يطبع اسم صالح الشهري على غلاف الألبوم أو يأخذ من صالح عمل، هنا يحس أنه دخل نادي نجوم الأغنية. لحياة صالح يعني منذ الولادة وحتى النهاية، ودنا نتكلم عنها شوي لأنه كثير من الناس ما يعرف حياة صالح كيف كانت، يمكن مليئة بالمعاناة والقصص الغريبة والانتقال من مكان إلى مكان، وهل هذه الحياة يعني ولدت هذا التنوع اللحني في حياة صالح؟ لا شك طبعا. إذا تسمح لي في البداية أحب أني أنوه عن أمر مهم جدا، هو بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ننعى صالح الشهري هذا الهرم الفني الكبير الذي استطاع أن يقدم خدمات جليلة لترقية الفن السعودي، وتشارك الجمعية أسرة صالح هذا الحدث الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن هذا التلوع وهذا الثراء وهذه المعاناة وهذه المكابدة وهذا الازدحام الهائل في حياة صالح، بدءا من التحاقه بالمعهد العلمي في الرياض وتلقي أولى حلقات تعليمه على يد العديد من العلماء والمشايخ، ومرورا بمحطات هامة شكلت نبوغ فني لدى صالح مبكر، حتى ارتحل إلى الطائف وارتبط بأسرة فنية كبيرة جدا قدم من خلالها صوته كفنانا ومؤديا، وهو يملك صوت رفيع المستوى وفاخر الجودة للحقيقة. جاءت بعد ذلك النقلة الأهم وهي الانتقال للمنطقة الشرقية، وقد لا يعرف الكثير من الذين يتابعون صالح أن في شخصيته ملمحا ثقافيا جميلا، فقد ارتبط بالعلامة والأديب حمد الجاسر في بواكير عمره، وكانت له بعض التوجيهات والإرشادات لصالح، وأيضا كان له فرصة الجلوس إلى الأديب عبد الله القصيمي وكثيرون من الذين جايلوا صالح، ولكنه عاش في مصر أيضا، مر على السودان قليلا وخارج المملكة في الطفولة، كل هذه الأمور يعني لابد الناس يعرفونها. نعم ما في شك هذا صحيح. مرحلة السودان طبعا كانت في صغره بحكم عمل والده هناك، بعد ذلك عاد للوطن. صالح ودي ألفت نظر الجمهور الكريم والسادة المشاهدين إلى شيء مهم جدا تطرقت له أنت في بداية هذا الموضوع. هذا المجتمع هو كالجسد، إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صالح هو ابننا وخرج لنا من رحم هذا المجتمع، ويجب على هذا المجتمع مثلما نذر صالح حياته لخدمته أن يكون لهذا المجتمع موقف إيجابي وبمؤسسات المجتمع المدني المتعددة. أنا كنت أتطلع يا أخ علي اليوم لأن تقوم العديد من وسائل الإعلام المحلي بقطع الإرسال وبث خبر رحيل صالح الشهري إلى مثواه الأخير وإلى جوار ربه، وأتمنى من الساحة الثقافية والفنية أن تعزز هذه العلاقة وتعضدها وتجسرها، لأن الفنان يظل هو رئة هذا المجتمع مثلما أشرت إلى ذلك. أنا محضر إهداء في نهاية هذه القضية، إهداء يمكن نسمع اليوم بإحساس مختلف. برجع لك أبو خالد تفضل، لكن بنتقل لفهيد. تفضل فهيد. فهيد ودي نتحدث عن 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 على المواقف اللي كانت يعني فيها إنسانية لصالح، ومواقف طريفة أيضا. صالح هو كل يعني هو قصصنا اليومية يعني، هو لكن في موقف يمكن حكاه لنا الأستاذ أبو بكر سالم، يمكن أنت كنت موجود يا أستاذ علي. نعم.
صالح طبعا يرتبط بعلاقة وثيقة مع أبو أصيل ودائما يتواصلون، ولكن طيلة هذا المشوار أو العلاقة ما قد غنى أبو بكر من ألحان صالح. فليلة كانوا مجتمعين مع بعض وقام عزف صالح وسمع أبو بكر أغنية وقال يا أبو أصيل هذه الأغنية مدتها 4 دقائق، إريت أنك تغنيها لأنك أنت ما عمرك غنيت لي، قالك تغني لي هالأغنية هذه قبل ما تموت. فتحول المشهد إلى مشهد درامي، فقاموا الاثنين يبكون. في الأخير غنى أبو بكر أغنية لصالح الشهري راح تنزل الظاهر في ألبوم شاديات من كلام منصور الشادي. لما تفاجئ الحقيقة لما قابلت لثيف الحقيقة من الفنانين لما يعني زرنا صالح الشهري وإحنا تأخرنا في الزيارة للأسف، قابلت العملاق ناصر القصبي الذي رغم انشغاله كان هناك لأنه من الناس اللي يعرفون صالح الشهري، وقابلت الجسمي وقابلت صحفيين زملائي اللي معي الآن في الحلقة وأصدقاء أبناء أبو بكر على رأسهم أحمد. أبو بكر كان يوميا هناك، كان أبو بكر مريض في تلك الفترة، زملائي أعزاء شعراء فيصل تركي كل الناس، الفنانين اللي كانوا يسألون بشكل يومي، الناس العاديين، الناس اللي سمعوا الخبر وكانوا يتوافدوا المستشفى. أكرر الشكر الحقيقي للأمير متعب بن عبد الله، شكر للعزيز الأستاذ جابر القرني، شكر للأستاذ سالم الهندي اللي أيضا تواجد وكان دائما موجود، شكرا للأستاذ تركي الشبانة، فهد المبدل يا نعم اللي كان الشاعر فهد المبدل الذي لازم أيضا صالح وكان أحد الأوفياء. نعم. وتأكد أنه من آخر الأصدقاء اللي تعرف عليهم صالح الشهري في الفترة في السنوات الأخيرة، لكن كان وفي فهد المبدل. عموما أنا أشكر كل الشعراء يعني فهد المبدل، محمد الأمير سعود بن عبد الله منادي أيضا قاموا في زيارة الأمير صالح سعد السعود، كل الأمراء الشعراء اللي زاروا أنا أشكره، ونحيي الأمير سعود بن محمد العبد الله، كل الناس الحقيقة ما أودي أذكر حتى ما أنسى، لكن الحقيقة وهذا واجبهم هذا دورهم وهذا الطبيعي، وأنا الحقيقة أشكرهم لأنهم يفعلون الطبيعي، لأنه هذا الزمن حتى الطبيعي أنك صرت تفعل وصار شوي صعب. في الحقيقة نشكرهم عليه، كل الشعراء كل الناس كل القيادات في روتانا سواء في التلفزيون أو في الراديو أو في الصوتيات، أقدم لهم كل شكري وتقديري. اليوم الحقيقة في النهاية لن ننساك صالح الشهري، فأنت موجود بأعمالك وذكرياتك الجميلة التي يعني قدمتها لنا، أنت حاضر أساسا في ذاكرة كل عروس، يا ما عملت الحان ما طلعت للناس كانت يعني أغاني زفة، يا ما أغاني وطنية الجنادرية حضرت بكل رقي وفن رومانسيا، لن ننساك أبدا. ولكن في نهاية النقاش الموضوع في أغنية دائما نسمعها، لكن اليوم راح نسمعها بإحساس مختلف، كلمات علي عسيري شاعرنا القدير، ألحان القدير رحمه الله صالح الشهري، والمصادفة غناء الملحن ناصر الصالح الذي كان مطربا في ذلك الوقت قبل ما يقارب 28 سنة. النص يقول أمس جينا حبيبي ما لقيناك وينك، نتابع. أمس جينا حبيبي ما لقيناك زايد الشوق فيني وين بلقاك، أمس جينا حبيبي ما لقيناك زايد الشوق فيني وين بلقاك، أمس جينا حبيبي ما لقيناك زايد الشوق فيني وين بلقاك، ما لقيناك زايد الشوق فيني وين بلقاك، اسقني يا هنا حالية المنى، اسقني يا هنا حالية المنى، ورويني من جبينك وين بلقاك، ورويني من جبينك وين بلقاك، I'm sorry, 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 I'm sorry,
مالي قلبي مراده يوم شافك الهنا. رحم الله الملحن والفنان صالح الشهري وأسكنه إن شاء الله فسيح جناته. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونتابع فيه. اتهامات لبعض الكاتبات السعوديات بالترويج للجنس عبر الأعمال الروائية في السعودية. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. اشترك الآن بجريدة الحياة ومجلة لها واربح جوائز فورية قيمة، وادخل السحوبات الأسبوعية لتحظى بفرصة تربح دراجات نارية ورحلات سفر مدفوعة التكاليف على متن طائرات خاصة ومبالغ نقدية تصل إلى أكثر من 4 مليون ريال سعودي. للاشتراك اتصل الآن على 9000-2424. الحياة كتبت لك لتحيا. الحياة مليئة بالاختيارات، برودتها، دفئها، نقائها وانتعاشها، ومعجزاتها. أنا أختار أحلى ما فيها. أنا أختار أصلي. Refresh, restart. دع الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز عن أسلوبك والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي. اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. نقدم لكم أرفع شفراتنا على الإطلاق، جيلت فيوجن برو جلايد الجديدة بتصميم جديد مع أرفع شفرات من جيلت ومغطاة بطبقة قليلة المقاومة لتنزلق خلال الشعر بنعومة فائقة وتمنحك أريح حلاقة من جيلت. جيلت فيوجن برو جلايد الجديدة لا مثيل لها في تكنولوجيا الشفرات لانزلاق خارق. أهلا بكم. حركة كاتبة كويتية أخيرا المياه الراكدة في صوالين الأدب والثقافة في السعودية عندما اتهمت بعض الكاتبات السعوديات بانتهاجهن لأساليب مبتذلة في الترويج للجنس عبر أعمالهن الروائية. هذا الرأي لم ينفيه أو يؤكده الكثير من المثقفين والمثقفات ممن تحدثوا للبرنامج، الأمر الذي يطرح الأسئلة المختلفة عن حقيقة الرواية في السعودية وجودة إنتاجها. المزيد والتفاصيل مع الزميل محمد الحبيب. الفن الروائي السعودي ومن خلال مؤشرات النقد ورؤى النقاد يسير في اتجاه أفضل منذ مطلع الألفية الجديدة، بل إنه أخذ في تلمس حاجة القارئ من خلال هذه الهالة الإفصاحية عن مكنون ذاكرة المكان في البيئة السعودية. يلاحظ خلال السنوات القريبة التحرك النسائي في مجال الرواية التي عاشت بين أكناف معارض الكتب بين الفينة والأخرى،
حتى إنهن باتوا يكتبون بما يتجاوز الخطوط الحمراء. أنا تكلمت عن علاج الإرهاب فكريا من ناحية إيش الأفكار التي يستند لها أصحاب الفكر الضال، اللي هي الموروث القديم بالنسبة للجهاد، إيش فكرتهم عن الجهاد، إيش فكرتهم عن الولاء والبراء، إيش فكرتهم عن التكفير. فأنا نظرت لها من وجهة يعني جديدة، من تفكير معاصر للأشياء هذه. التحرك النسائي لم يجاز لبعض الأحزاب في السعودية، وبعضهم اعتبر هذا التحرك هو بمثابة قطع شريط المضمار دون ما يعطي أساسيات لكتابة المرأة، مثل ما أفصحت عنه الفنانة الكويتية ثريا البقسمي التي وصفت بعض الروايات بالمقززة، داعيتهن بنفس الوقت للتمسك بأهداب ما تبقى من حياة. لو جينا من جانب موضوعي حتى ننصف الأستاذة ثريا، الأستاذة ثريا طبعا ما عممت، هي قالت بعض الروايات السعودية يعني تتجه إلى الطرح الجنسي وغير الأخلاقي وبعيد عن الحشمة، وحينما تقول بعض وهذا يعني قد يكون حقيقي من خلال حتى تقييمات الروائيات والكاتبات السعوديات اللي علقوا على هذا الموضوع، يمكن نتناول الحقيقة لاحقا. لكن أريد أن أشير إلى أن الأستاذة ثريا ليست الأولى، حتى الكاتبة الكويتية ليلى عثمان سبق تكلمت عن الروائيات السعوديات، وقالت أن الروائيات السعوديات مروا بمرحلة الاستحياء في الكتابة، والاستحياء في الكتابة أحيانا يعني قد يعني القلة في الكتابة، وقد يعني عدم الظهور الصريح، قد يكون بالكنية، وقد يعني الاستحياء في طرق الموضوعات أو التعمق في الموضوعات. ثم قالت بعد ذلك بعد مرحلة الاستحياء أنهم حقيقة تجاوزوا هالمرحلة إلى شيء من يعني حاولوا لطف العبارة، ولكنها تعني حدود الأدب، وبدأت الكتابات فيها نوع من الصخب في الطرح. هو نفسه الصراع الفكري الدائر في كل مرة بين النقد والمدح، فيما ينطلق آخرون من الرثاء بين موت قديم وحياة تتلقى الطعنات. منذ أن بدأت الرواية السعودية عام 1958 ميلاديا بعنوان ودعت آمالي لسميرة خاشقجي، محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. الجانب الأدبي والشرعي في الرواية لا يفترقان، والروائي المحترف يستطيع تقديم الجنس بشكل غير مباشر دون الإخلال بالأداب كما يذكر الدكتور سلطان القحطاني. أما الروائي المحيميد يرى أن محاولة تطويع الرواية لقيود السياسة والأيديولوجيا يفقده الكثير من رونقه. يعني أعتقد أن الرواية السعودية هي في النهاية هي جزء من الرواية العربية، والرواية العربية هي جزء في النهاية من الأدب الإنساني، فيجب علينا أن لا نفصل بين الرواية السعودية أو الرواية العربية وبين ما يحدث في العالم. وكنت طبعا ما أتمناه أن لا يكون دائما المحور حول هذه التينات، أن نتحدث عن الجنس، لماذا الجنس يوجد في الرواية أو لا يوجد، ولماذا هذه المفردة يجب أن توجد في الرواية. ويعني دائما الأدب لا يحدد قوانين، الأدب يجب أن يكون حرا. حينما يتورط الأدب بالأيديولوجيا فهو يفقد جزء كبير جدا من حريته ومن جماله. فأعتقد أن 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 وجود الجنس مثله مثل أي موضوع آخر في الرواية، وجود السياسة في الرواية، حينما تقحم السياسة في موضوع اجتماعي لا يتماس مع السياسي أو يفتعل، فهو مضر في الرواية تماما كما الجنس. فبالتالي دائما أنا وجهة نظري أن الرواية يجب أن لا تؤطر بقوانين. حينما نضع لها قوانين حول ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال، فنحن كأنما حكمنا على الرواية بالفشل. الأدب مثل ما تفضل زميل يوسف، وهو طبعا رواية من الروائيين المعروفين الذين اعتزوا بهم، عندما نضع عليه رقيب يقف على رأسه ويقول اكتب هذا ولا تكتب هذا، لا أظن أنه سيكتب رواية، ولا أظن أنه سيكتب قصة قصيرة، ولا أظن أنه سيقول قصيدة. لكن فيما بعد تحلل طبعا هذه النصوص من قبل النقاد المتخصصين، وأيضا ممكن أن يقول هذا والله هذا عمل روائي ممتاز جدا. الجنس نحن مثل ما قال الزميل لا ننفيه، وأنا قلت الكلام هذا، لكن أيضا الجنس له أصول وله قواعد وله ذكر في مواضع معينة. لكن أما أننا نذكر الجنس لأجل الجنس، أنا لا أعتقد أن هذا أيضا حتى
من صلب الرواية، ولا الروائي المحترم يرضى بنفسه أن يورط نفسه في هذا الموضوع. نعم. وقع عدد من نجوم اليوتيوب مع شركة تايم ويوتيرن بشراكة إعلامية كوكلاء لهؤلاء النجوم، متفقين على سياسة استمرارية العمل والاستثمار في مجال الإعلام الجديد. تفاصيل المؤتمر في هذا التقرير. على الرغم من أن حلقات الكوميديا شو السعودية على اليوتيوب لا تتجاوز مدتها 5 دقائق، إلا أنها لاقت استحسان معظم المشاهدين التي وصلت نسبة متابعتهم للملايين للحلقة الواحدة. يا جماعة مو معقول، جماعة والله سعودي، والله سعودي أثبت لكم. أول ما قالوا لي في برنامج كوميدي في الرياض تجي تسوي، عارفين إيش سألتهم؟ أول سؤال سألتهم هو في بنات. ما جعلهم محط أنظار شركات إعلامية تحاول جذبهم والتوقيع معهم كوكلاء عنهم، الأمر الذي شابه ذلك بوكلاء القنوات التلفزيونية من الفنانين كما ذكر في المؤتمر الذي أقيم بين شركة تايم ويوتيرن المختصة ببرامج اليوتيوب. طبعا ممكن احنا عندنا مجموعة كبيرة من اللي يسمونهم اليوتيوبرز اللي هم من اليوتيوب، لكن حتى تركيزنا الرئيسي ليس على اليوتيوب، لكن في مواهب جدا رائعة في اليوتيوب موجودة معنا اليوم، وفي مواهب ثانية كمان إن شاء الله يعني في الطريق بيكونون معنا. تركيزنا ما هو على اليوتيوب فقط، لكن اليوتيوب الآن في كمية مخيفة صراحة من المواهب يعني التي يشهد لها صراحة يعني. التوكيل الذي تم بين عدة نجوم وشركة تايم ينص على تيسير أمور هؤلاء الفنانين للخروج بأفضل عمل ممكن دون المساس بالأفكار والمواهب الخاصة بكل منهم، وأيضا الانطلاق بأكثر من فكرة على اليوتيوب. طبعا أنا يقول شركة تايم هذه تعرف من أين تأكل الكتف. تقول المغني ولا اللي هو تكون عند رجل أو وكيل أعمال عشان عنده عروض فنية ويطلع على المسارح. طبعاً أنت حصلت أول شيء المغني بينزل كاسيت، بيسوي فيديو كليب، بيسوي إعلان، بيطلع في المسارح، فأنت عارف إيش يسوي المغني بالضبط، لكن الكوميدي ما تعرف. رافق هذا التوقيع عرضاً مسرحياً كأول تواصل بين مجموعة فناني اليوتيوب والجمهور كمزيج بين الإعلام المسرحي والإعلام الحديث. أختبركم بس أشوف سعودين جاهزين. واحدة واحدة واحدة. فاصل أخير مشاهدينا ونتابع فيه. في فقرة من الذاكرة، صانع النجوم الموسيقار سامي إحسان يفتح قلبه لمشاهدي يا هلا. صراحة كنت اشتري شماغ ثاني، بس شماغ بروجيه بخامته جديدة يجبرك تشتري، جودة تصاميمه ابداع. لا وسعره نص سعر الشماغ الثاني. شماغ بروجيه من جد يستاهل تشتري، غير لشماغ بروجيه. من عجلان واخوانه. حياتي مليئة بالاختيارات، واحلى ما فيها اني اقدر اختار اثارتها، تحدياتها، مغامراتها، بساطتها. أنا أختار أحلى ما فيها. أنا أختار أصلي. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي
أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي. ضمان 10 سنوات موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. هل ممكن لطفلي أن يصبح الوجه الجديد لكندر؟ طبعاً يمكنه الآن. كل ما علي فعله هو زيارة kinderchocolate-me.com وتحميل إحدى أفضل صوره. سيظهر الفائز على عبوات شوكولاتة كندر الخاصة والمحدودة. ليصبح طفلك طفل كندر التالي، زوري kinderchocolate-me.com. الوصول إلى القمة يبدأ برسالة SMS. محمد، أيوة، عرفنا باسمك أول شيء. محمد صالح العطار. محمد، ألف 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 مبروك، فس معنا بجائزة القمة، جائزة رقم واحد لمحمد صالح العطاس، 150 ألف ريال من روتانا. وأنت ما هو طموحك؟ روتانا تساعد 4 رابحين طموحين ب600 ألف ريال. لتبدأ مشوارك وتكون أحد الفائزين، أرسل حرف قاف أو كيو إلى الأرقام التالية. ما زالت هناك 3 فرص للربح مع مسابقة القمة من روتانا. أبو فواز حيوري أخوه الثلاجة الجديدة، وفجأة أكياس بماما رخيصة، أبغى أوفر. مو توفير، زي سائل غسيل الصحون، السائل العادي يدوم ولكن فيري يدوم 2.5 وأكثر. التوفيري، ولما اشتروا أكياس القمامة الجديدة أنا أجرب الأكياس الجديدة. أهلا بكم في القسم الأخير من هذه الحلقة. مع إطلالة يا هلا بحلة جديدة، أطلق العنان لفقرة نقدية ساخرة جديدة، بطلها الكاتب الصحافي الساخر محمد السحيمي، والذي يعلق على آخر الأخبار والأحداث العالمية والإقليمية على طريقته. نتابع. بدأت أنت بخبر خروج برشلونة وريال مدريد مع خروج المدرب أيضا، وفي خبرين منشورة، تفضل. نعم، هو أولا دائما وهذا يعرفه المتابعون في أسلوبي أنه إياك أعني وافهمي يا جارة. نحن برشلونة وريال مدريد، وهذا الأسبوع ذكرى نكسة برشلونة تحديدا، وغدا ذكرى نكبة ريال مدريد. خرج برشلونة وخرج ريال مدريد. غوارديولا هو الذي اعتذر، لم نسمع عن الإقالة، ولكن أيضا لم نسمع أحدا يتهم ميم مثلا بعمل ما. وميم حتى لا تذهبوا بعيدا، نقصد بميم مثلا مورينو، ميسي، محمد الرطيان ممكن، ولم يسمع أحد عنهم. أنا أتهم أو أتوجه بالاتهام أسباب الهزيمة بطبيعة الحال في العالم كله، كرة القدم يا فائز يا مهزوم، وتنتهي المباراة في وقتها. لكن نحن لابد أن نعلل بأسباب أخرى ليست يعني لا تمت إلى الاعتراف بالمسؤولية. لا نتحمل المسؤولية ونقول أخطأنا وانهزمنا اليوم وننتصر غدا إن شاء الله ونصحح أخطأنا وينتهي الموضوع. لا، لابد أن نلقي باللائمة على الحكام مثلا، على أرضية الملعب، على المرة هذه. أنا في رأيي إذا سألتني عن سبب نكبة ريال مدريد وبرشلونة في أسبوع واحد، هو شين وليس ميم. شين هذه شاكيرا يا سيدي. ليش؟ شاكيرا ما غيرها، المطربة الكولومبية المعروفة. نعم. وإليكم الأنباء بالتفصيل. شاكيرا في الموسم قبل الماضي بشكت مع نادال، رافائيل نادال لاعب التنس، وهو من أنصار ريال مدريد، ونحست ريال مدريد معه. فلا هو الولد الآن يلعب، كانوا يسمونه الثور الماتادور الأسباني ومش عارف إيه، الآن لو يلعب مع جاسم العثماني هزمه بلوت. عشان نشوف جاسم قبل شوي، بس عشان نوضح.
نعم، بعد ما خلصت من نادال وريال مدريد ونحست الاثنين في وقت واحد، انتقلت إلى برشلونة. عن طريق من؟ عن طريق بيكيت رقم 3 المدافع البرشلوني. وإلى اليوم المدافع هذا المدافع من ثاني أسبوع من زواجه بشاكيرا، زواج هذا زواج لعبي يعني، علشان لا الهيئة تطب عليهم، بس من ثاني أسبوع لزواجها به الولد دخل في إصابة، شهرين لم يلعب، ثم لما عاد أخرتها الأسبوع الماضي في المباراة الأخيرة إصابة في العنق. الرجل إلى الآن أنا متأكد لو تسأله تقول له شو اسمك راح يقول والله أسامة، بس ما أدري أسامة المولد ولا أسامة هوساوي، يعني مضيع. طيب يعني أنت تبغى تقنعني أنك أنت يعني ضد شاكيرا ضدها مثلا بكل يعني شين، أنت عارف شين شاكيرا يعني أنا ما أدري إيش جاية مش معجبهم فيها، لكن أنا أقصد يعني أنه إذا بنلقي أنا أقصد أنه إذا بنلقي اللائمة، فالجاهليون في الجاهلية الأولى يقولون الشؤم في الأنثى. طبعا المرأة السعودية بحسب دراسة يقول لك أنها ثالث أجمل امرأة في العالم، فاختر يا الجزائر، يا تبدأ في الجزائر يا جمال المرأة، بس باختصار بسرعة يعني. باختصار أنا أبدأ بالجمال. الجمال هذه عبارة عن دراسة تسويقية، دراسة للسوق يعني، هي في الواقع من ناحية تذمنا، تذم المرأة السعودية عندنا، لأنها تحكم على شراء النواقص، شراء أدوات الجمال، والذي يبحث عن أدوات الجمال معناه عنده نقص في الجمال. ولكن المرأة السعودية بصدق يعني، والمطلع على الأدب العالمي وثقافة الشعوب يعرف أن الجمال العربي بنت الجزيرة العربية والسعودية تمثلها. شوف من الأول أنت عشان تقول لي الجمال، شوف من الأول ومن الثاني، يعني الأول المجرية، الثاني البولندية. نعم، يقام هذه المجر وبولندا يقام فيها عمليات تجميل غير مسموح بها في أوروبا الغربية وأمريكا. فهم يقيسون على هذا أنه عمليات الجمال واستهلاك أدوات الجمال يتم في هذه الدول أكثر من غيرها قياسا على الأرقام التجارية. لكن أنا أقول المرأة إذا قلنا الجمال بمفهومه القيم الجميل، فالمرأة السعودية لابد أن تكون الأولى وليست الثانية ولا الثالثة، لأن بنت الجزيرة كما قلت وحسب ثقافة الشعوب أن الجمال العربي هو النموذج، جمال بنت الجزيرة العربية هو النموذج. الذي أريد أن أوصله برسالة خاطفة وسريعة في هذا الموضوع، لا بأس أن نبحث عن الجمال رجالا أو نساء، ليس عيبا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن هل تبحث عن الجمال لتكون جميلا أم تبحث عنه لتبدو جميلا؟ إذا كنت تبحث عنه لتكون جميلا فستكون جميلا وستبدو بالضرورة جميلا، لكن المشكلة عندنا حينما نبحث فقط لنبدو جميلين لمن؟ للآخر. نحن نسلم الريموت بيد الآخر. طيب. والآخر هذه مسألة نسبية، ما يعجبك قد لا يعجبني وما يروقك الجزاوي. قد لا يروقني وهكذا. الجزاوي، خبر الجزاوي. الجزاوي يا سيد الفاضل، وأنت يعني حاصرتني بالوقت، ولكن أنا محمل بتحايا شخصية لك كنت شايلها معي بس أخذها في هذا اليامي، وحين فرح زرقان أخذها قبل ما أجيبها معي للاستديو. التحيات عطرة تليق بك وتستحقها يا علي على ما قمت به في الحلقة السابقة، وتحدثت بمرارة خضراء، وعلى فكرة المرارة لونها أصفر ولكن تخضر إذا احتقنت، إذا شعرت بالقهر، وهو ما حدث لك. ولهذا نقول ساهر دائما فاقع مرارة المواطنين لأنه تخضر. الجزاوي، قضية الجزاوي الآن على شقين، نحن لابد أن ننظر إليها على مستويين. مستوى رسمي قامت به دولتنا، والحمد لله أن لدينا يعني حكومة قوية ومقتدرة وتستطيع أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتستغني عنا نحن الإعلاميين. الجانب الإعلامي، وأنت تحدثت بمرارة في بداية كلامك وقلت لماذا يتأخر السعوديون في الدفاع عن بلدهم وعن رموزهم؟ يا سيدي، لأنهم لم يعودوا على هذا، لم يعود على المبادرة وعلى الدفاع عن وطني بحرية. أنا أعيش مكمما طوال الوقت، ثم تأتي في لحظة وتقول لي دافع عن وطنك، أنتظر الرقيب متى يعطيني الضوء الأخضر.
وهذه مسؤولية الثقافة والإعلام ومسؤولية المثقفين ومسؤولية وزارة الإعلام. الرقابة الآن أصبحت يعني لا قيمة لها ولا معنى لها الرقابة في وقت الآن انفتح الإعلام كله. وإذا سمحت لي فقط بتشبيه، أنا أشبه الإعلام عندنا والرقيب عندنا مع فارق التوقيت بعزير. سيدنا عزير عليه السلام الذي مر بقرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأراه الله حماره وطعامه لم يتسنى. عزير عليه السلام آمن بالله وسلم وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير، استوعب هذا الفارق الزمني 100 عام وهو كان يظنها ليلة واحدة نوم وصحوان. معزر الرقيب معزر عندنا إلى الآن ما هو راضي يستوعب أنه الزمن راح، فأهم شيء عنده الحمار مفلف التبن وطعامه هو لم يتسنى. هذا هو المهم، نمارس وصايا على الكتاب والمثقفين. آخرها خبر اليوم طازة ما دمنا في الأخبار، إغلاق نادي الشرقية الأدبي، نادي الدمام الأدبي يغلق بالضبة والمفتاح بسبب تدخل من وزارة الثقافة والإعلام، تدخل في غير صالح الثقافة ولا المثقفين. إذا وزارتنا العزيزة تقوم بالوصايا على عقول المثقفين فمن بقي؟ من الذاكرة أيضا نأخذكم إلى عالم فنان ارتبط اسمه بعمالقة الأغنية السعودية في الغناء والتلحين والشعر. الموسيقار السعودي سامي إحسان صاحب المشوار الفني الممتد لأكثر من 40 عاما عرف بسعيه الدؤوب لصناعة النجوم، إضافة إلى إسهاماته بوضوح في نشر الأغنية السعودية في العالم العربي من خلال تقديمها عبر حناجر المطربين العرب، فمنهم الأصوات المشهورة التي اكتشفها في السعودية عبد المجيد عبد الله وعبد الله رشاد وعباس إبراهيم وغيرهم الكثير. نتابع. كتلة ألحان تتحرك على الأرض، قدم العديد من الروائع الفنية في رحلة مشواره الفنية الطويلة، في خريطته الكثير من النجاحات ما جعله يحوز على لقب مكتشف وصانع النجوم. إنه الفنان والموسيقار السعودي سامي إحسان. متعتي لما أجد صوت قماش حلو، إنه هذا أتوخى يعني بحس الفني بحس الخبرة أعرف إنه هذا حيوصل. ولد في مدينة جدة عام 1362 هجرية، منذ نعومة أظافره والفن هاجسه الوحيد، فتعلم العزف على آلة العود ومن بعدها تعلم العزف بمفرده على آلة الكمان. سويت ألحان كثير في مصر، في سوريا، أصالة، أمال عرفة، الخليج. غنى من ألحانه كل الفنانين منذ البدايات، ونجحت ألحانه لأنها من الألحان الأصيلة التي تعبر عن روعة الأنغام والموسيقى السعودية الجميلة. المشكلة لا جيت أبدا في الكلام، الكلام الكلام. تقدر أعماله الموسيقية بنحو 800 عمل فني اليوم، هو رمز من رموز الأغنية السعودية وواحد من الذين أسهموا في الرقي بها وتطورها، وبصمته في هذا المجال واضحة وكبيرة. مالي ومال الناس، مالك ومال الناس، مالك ومال الناس، مالك ومال الناس، لما حبيته ما خدت رأي الناس. مالي ومال الناس، مالك ومال الناس، مالي ومال الناس، مالك ومال الناس، لما حبيت ما خدت رأي الناس. خلينا في الحاضر وانسى اللي كان، لا تلخطو نحسب لرأي الناس. خلينا في الحاضر وانسى اللي كان، لرأي الناس لا قالوا لا عادوا، لا نقصوا زادوا، قالوا لا عادوا، نقصوا زادوا. مالي ومال الناس،
أنا لما حبيتك 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 ما أخذت رأي. مع هذه الفقرات المنوعة مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا الأسبوعية من هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله كل ليلة خميس، أما زميلي علي العلياني فيلقاكم من السبت إلى الأربعاء. في أمان الله وحفظه.